الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان. تعويذة أهلا ويا خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر الأخير أسوان. لفيت لف ماشي وبضرب كف الكف لحد ما دودو عقلي ده خف. أنا مين أنا فين؟ شكلها تلبيزة بجد، أما دي حتة تلبيزة خدت الكوبري مع الترقيصة، دي جاتلي منين؟ مازن، انت ايه اللي جابك هنا؟ انا قلقت عليك جدا يا يحيى. انت كنت فين؟ مغامره صح؟ ها احكي لي بقى، احكي لي. قلقت عليا من ايه يا مازن؟ ومين اللي قالك تستنى هنا قدام المتحف؟ محدش قالي، انا جيت من نفسي عشان اطمن عليك. اللي عملته ده غلط يا مازن، انا عارف انك بتحبني وخايف عليا، بس انت كده ممكن تبوظ كل حاجه. طب انت ليه ما خدتنيش معاك المره دي كمان؟ ما كانتش مغامره زي ما انت فاهم، احنا بنحاول نثبت حاجة، لو طلعت صح هنبقى قدام اكتشاف جديد مدهش. ايه هي الحاجة دي بقى؟ ها؟ فاكر البردية اللي كنت بكتبها لما كنا سوا في المغامرة؟ احنا بنعمل تجربة بخصوصها، هحكي لك كل التفاصيل بس لما المهمة تنجح. انا حددت على الجي بي اس مكان هرم ونيس بالظبط، لازم اروح في اسرع وقت. هي المشكلة يعني في مكان الهرم؟ ما كل العالم عارف مكانه، الفكرة في انك عايز تروح لوحدك وده ما ينفعش يا يحيى. هو ده وقته يا كنوز؟ انا تقريبا بنقذ الاستاذ عصام، واي تأخير بسبب خناقتك معايا ممكن كل حاجة تبوظ. انا مش بتخانق معاك يا يحيى، انا بنصحك لازم بابا يكون موجود معاك، مش مهم انا دلوقتي، عشان مشوار زي ده خطير جدا. خطير في ايه؟ ده هرم أثري وأنا رايح أتفرج عليه. يا سلام، وافرض بقى حد شافك جوه الهرم وانت بتدور على البردية، هيعمل فيك ايه؟ ها؟ صح. طب ايه رأيك تيجي معايا؟ أنا طبعا هاجي معاك، لكن برضو لازم حد كبير يكون معانا. ايه رأيك تقول لبابا وماما؟ بصي، أنا هقول لبابا ومازن لأني وعدت أني هحكي له كل حاجة. تاني مازن يا يحيى، انا رايي انك كان لازم ما تقولش سرك لحد ابدا. هو انت تضمن منين ان مازن ده ما يقولش لحد؟ بطلي بقى يا كنوز، انت غيرانه من مازن، وهو ولد طيب وكويس وبيحبني. لا يا يحيى، انا مش غيرانه من حد، بس تخيل معايا كده مازن عشان يثبت لزمايلنا انه قوي ويعرف حاجات هم ما يعرفوهاش حكى لهم اللي حصل. قلتلك اكتر من مره، اللي يحكي لاي حد هيفتكره مجنون، مش مازن بس، اي حد فينا لو فكر بس يتكلم في الموضوع ده مستحيل الناس تصدقه. انت نفسك ما كنتيش مصدقه في الاول، صح ولا غلط؟ ماشي يا يحيى، بس لازم نحكي لبابا وهو يقول لنا نعمل ايه. اللي عمله الاستاذ عصام ده فكره حلوه بس خطيره، كان لازم يحسبها اكتر من كده. مفيش وقت يا بابا، لازم نتصرف، البردية دلوقتي المفروض جوه هرم ونيس، وانا لازم اروح ولاقيها. انا خايف من حاجة يا يحيى، البوابة الزمنية اللي بتمر منها دي بتعديك الاف السنين في ثواني، يعني ممكن في عصر من العصور او سنة من السنين اللي مرت عليك انت بسرعة البردية دي يكون حد غيرك لقاها فعلا واختفت، ساعتها هتعمل ايه؟ هرجع للاستاذ عصام وهقوله اللي حصل، بس ازاي ممكن حد يلاقيها واحنا مخبيينها في مكان سري جدا؟ لصوص الاثار كانوا بيوصلوا لكنوز الملك وهي مدفونه تحت الارض يا يحيى، اللي بابا قاله ده يخلينا نتحرك اسرع، مش نقعد نتكلم. غيروا الموضوع بسرعه، ماما جايه. انا مش هقولك تاني يا يحيى، الدرجات دي ضعيفه ولازم تركز شويه في مذاكرتك، وانت يا كنوز درجاتك حلوه بس عاوزين دايما الاحسن، لازم تركزوا يا اولاد. حاضر يا بابا. مش هتخرجنا زي ما وعدتنا بقى؟ طالما وعدتكم يبقى اكيد هنخرج، يلا قوموا البسوا. هو انتوا كنتوا بتقولوا ايه؟ لا ده انا كنت بس بشد عليهم شويه عشان درجات الامتحان. ماشي.
بس كده يا دكتور، هو ده اللي قالهولي. يعني ما قالكش البردية ديت مكتوب فيها ايه بالظبط؟ المهمة دي عبارة عن ايه؟ اي تفاصيل تانية؟ البردية دي كان هو بيكتب فيها كل حاجة بيشوفها بالتفصيل، وهو قال ان الاستاذ عصام بيساعده في التجربة الجديدة، انما ايه تفاصيل المهمة بصراحة معرفش. كان لازم تعرف يا مازن. اقصد كان لازم تعرف عشان نقدر نساعده في مهمته اللي اكيد هتفيدنا كلنا. انا عشان كده جيت اقولك بسرعة عشان انت اكيد هتقدر تتصرف. يحيى مهما كان صعب يتصرف لوحده في حاجة كبيرة زي دي، صح؟ صح طبعا صح. اللي انت عملته ده عين العقل. دلوقتي لازم تروح، واي حاجة جديدة تعرفها تقولها لي فورا. حاضر حاضر يا دكتور. هنعمل ايه دلوقتي يا دكتورة؟ وهي دي عاوزة كلام؟ طبعا هنخطف يحيى. هو انت الدكتور عشان ترد يا غبي؟ ها؟ بعدين اخطف يحيى اعمل بيه ايه؟ ما احنا حاولنا معاه قبل كده وما طلعناش منه باي حاجة، بالعكس ده الامور اتعقدت اكتر. يعني نسيبه يوصل اللي هو عاوزه عادي كده يا دكتورة؟ وحنحميه كمان لحد ما نعرف هو ناوي على ايه بالظبط، وبعدها حنتصرف. أنا عايزكم دلوقتي تراقبوا بيت يحيى زي ظلكم، ما يغيبش عنكم لحظة. يحيى مين؟ أغبية. ياه، شكل الهرم اتغير قوي. طبيعي يا يحيى، عوامل الجو وتغيير المناخ لآلاف السنين بيأثروا على أي مبنى فوق الأرض. المهم مكان البردية ما يكونش اختفى تحت الرمل أو حصل له أي حاجة. لازم ندخل دلوقتي. الحلوين الطعمين ظهروا يا دكتورة وداخلين على الهرم اهو. الولد اللي اسمه مازن ما كانش بيكذب عليك. انا كنت عارف ان مازن هو الكارت اللي هيخليني اوصل لكل اللي بفكر فيه. طب هندخل امتى يا دكتورة؟ لحسن الواد يحيى يقول كلمة السر ويختفي فجأة جوه الهرم، ساعتها مش هنلحق نوصل له حتى بالتعويذة. ما تقلقوش، لازم نستنى هما اللي يدخلوا الأول وبعدين هندخل. المهم محدش منهم يحس بينا غير في الوقت المناسب. أنا حاسس إن النهاردة مش هيعد على خير أبداً. يا خلاص واسمع الكلام، محدش جوه يتصرف غير لما أقول يعمل إيه، فاهمين يا أخبية؟ أنا كنت هنا من شوية، كل ده كان شكله مبهر ومختلف عن كده. الشوية اللي بتتكلم عنهم دول يا يحيى حوالي 5000 سنة تقريبا. ها يحيى قول لنا بقى فين مكان البردية. أيوة هنا، الحجر اليمين من عند صورة الملك، هو ده. يا يحيى في أكتر من صورة للملك، متأكد إنها دي؟ أيوة يا كنوز أنا متأكد، الأستاذ عصام خبى البردية قدام عينيا. طب ما يمكن حد تاني وصلها قبلنا زي ما قلت لك يا يحيى. على الأقل يا بابا كنت هلاقي الحجر اللي بيتحرك وتحته الخزنة السرية. شكلنا كده مش هنلاقيها يا يحيى. يعني إيه؟ التجربة فشلت والبردية ضاعت؟ اللي أهم دلوقتي إنك تروح للأستاذ عصام عشان ترجعه تاني. الأستاذ عصام أول شخص هيزعل لو عرف اللي حصل. إحنا لازم ندور كويس قوي. هو احنا هنفضل كده يا دكتور ولا ايه؟ انا ظهري وجعني. هبقى اكلم المهندس اللي بنى الهرم يعلي الممر شويه عشان بسلامتك ظهرك وجعك. تكلم له مهندس ده ايه؟ كلم له دكتور بيقول لك ظهره واجعه. هي ناقصه هزاركم انتوا كمان، انا ظهري بيوجعني. انت اللي بتهزر انت وهو، هو ده وقته. انا بس حموت واعرف يحيى بيعمل ايه جوه. طيب ما ندخل عليهم يا دكتورة. معنى انه ما قالش كلمة السر ولا راح متحف الحضارات او المتحف الكبير، يبقى الحكاية فيها ان وجودهم في الهرم ده وراه لغز لازم نكشفه قبل ما يشوفنا. يلا يحيى مفيش وقت، قول كلمة السر. ثواني يا بابا، كده الجدار ده على اليمين من المدخل اللي احنا دخلنا منه صح؟ ايوه طبعا
يا يحيى، هو ده الجدار اللي انت تقصده. يا كنوز، احنا لسه كنا بنقول ان شكل الهرم كله اتغير، اشمعنى المدخل هو اللي يفضل زي ما هو؟ انت تقصد ان المدخل كمان اتغير؟ فكروا معايا كده، دي غرفة دفن الملك، يعني ممكن يكون في اكتر من مدخل لخدعة لصوص الاثار، او مثلا الرمله غطت على المدخل الاساسي وبعدها حفروا واحد غيره. يبقى كده لازم ندور عند كل صوره موجوده هنا لحد ما نوصل للبرديه. كل واحد يدور في مكان مختلف بسرعه. الحجر ده بيتحرك. هي انا اللي اكتشفت الحجر. هي لقيتها. يلا بسرعه يا يحيى، قول كلمه السر عشان توصلك للاستاذ عصام. يحيى دكتور عجيب، لو قلت كلمه السر يا يحيى هقول التعويذه وهتلاقيني وراك، وانا متاكد انك نسيت التمثال. اربطوهم بسرعه. حسبوا يا اولاد. تعال هنا. امسك كويس يا سلام. يا بابا اربط الايد دي في الايد. ايوه خليهم جنب بعض كده علشان امل عيني بحلاوتهم. لازم تسيبني ارجع عشان خاطر استاذ عصام. اسيبك ترجع؟ ده من رابع المستحيلات يا يحيى. انا خلاص ما صدقت انك وقعت في ايدي. الموضوع خطير، وفي انسان ملوش ذنب ممكن يختفي للابد. بطلوا كلام كتير بقى. وانت يا يحيى، انا سمعك بتقول لقيتها. لقيت ايه يا يحيى؟ ها، مش احنا اصدقاء ولازم نقول لبعض كل حاجه؟ احنا عمرنا ما كنا اصدقاء. لصوص الاثار دلوقتي او زمان هدفهم واحد، وهو تدمير تاريخنا، وانت واحد منهم، وانا مستحيل اساعدك في اللي انت عاوزه. برافو برافو يا يحيى، كان نفسي الموضوع ده يتم بالراحة وبهدوء، لكن انت بقى مصمم يا يحيى للأسف. فتشوهم وهاتولي كل اللي معاهم. وريني اللي معاك. اوعى نزل ايدك. اوعى ابعد. وريني معاك ايه. وريني معاك ايه. سيبها. لقيت دي معايا دكتورة. يبقى هي دي اللي جابتك هنا يا يحيى. دي مجرد بردية انا اللي كاتبها، يعني ملهاش اي فايدة بالنسبة لك. ما كنتش هتيجي مخصوص هنا. احكيلي بقى الحكاية وانا اوعدك ان حسيبك تمشي. كل الحكاية اننا كنا بنجرب نشيل حاجة في نفس المكان لكن في زمن تاني، وندور عليها في المستقبل عشان نعرف هل هي بقت كده تاريخية ولا لا. فكنا بقى. أفككم، ابقوا قابلوني. لازم تعرف يا يحيى ان مفيش حاجة ممكن تمنعني اني اوصل للي انا عايزه. اما بقى الاستاذ عصام، ياريت يلاقي شغل في الزمن اللي هو فيه احسن. ايه يا دكتورة؟ ايه ده؟ الشرطة وصلت يا دكتور، هنعمل ايه؟ ما انا عارف ان هي الشرطة يا اغبياء. اكيد حد شافنا واحنا داخلين الهرم وحس بحركة غير عادية. لا، انا اللي بلغتهم بكل حركة بنعملها قبل ما نيجي عشان نبقى في حمايتهم. يا نهار اسود، مستنيين ايه؟ يلا بسرعة قبل ما يدخلوا يقبضوا علينا. يلا يا اغبياء. يلا يا سرحان. يلا يا ادمان. يلا بابا فكينا يا بابا. يلا يا كنوز، انا كمان مربوط، هفككم ازاي؟ استنوا، اكيد هم هيجوا يفكونا دلوقتي. انا ما قلتش لحد اصلا، انا بس سمعت الصوت قلت اقول اي حاجة اخوف بيها العصابة. ايه ده؟ مين دي؟ كنوز، مين دي؟ هي لابسة كده ليه؟ ايه ده؟ هو انت الملك رمسيس الثاني؟ بعت لك حد ينقذك يا يحيى؟ مش عارف، تفتكر؟ طب يا ترى انقذ الاستاذ عصام كمان ولا لا؟ ايه ده؟ دي ماما. ماما؟ هي مامتك اشتغلت مع الملك؟ ولا تكونش طول الوقت ده سوبر ماما وعندها قوة خارقة واحنا مش عارفين؟ انا مش مصدق، انت ازاي عملتي كده يا ماما؟ لما سمعتكم بتتكلموا وموطيين صوتكم قوي عرفت انكم مخبيين حاجة ومش عاوزين نعرفها، خصوصا
إنك بقالك كام يوم تدخل أنت وأبوك الأوضة وتقعدوا تتكلموا، ولما أسأل حد فيكم يغير الموضوع. أنا بقى فضلت واقفة بعيد عشان أسمعكم، وعرفت كل حاجة وعرفت رايحين فين. أنتوا نزلتوا من هنا وأنا قلبي كان حاسس إن في حاجة هتحصل. لبست ونزلت وراكوا جري، وهناك شفت ناس غريبة بتراقبكم. أنا بقى راقبت اللي بيراقبوكم، وأول ما دخلوا وراكم دخلت وتصرفت على طول. طب وإيه موضوع الشرطة ده؟ لا ده أنا شغلته من على اليوتيوب عادي، كتبت صوت سرينة شرطة مع صدى الصوت هنا، الموضوع عمل شغل جامد جدا. طب وليه لابسة كده؟ وعاملة في نفسك كده ليه؟ تغيير مش أكتر. بذمتك يا يحيى الأسود مش حلو عليا؟ يعني أنت مش شغالة مع الملك ولا سوبر ماما؟ اسكت انت بالذات، اكتر واحد زعلانة منه. بقى كده الولاد يحكولك حاجة وانت تخبيها عليا؟ انا لو عليا كنت عاوز اقولك، بس يحيى ما كانش عاوز كده. يحيى بتخبي على ماما؟ مش احنا متعودين نحكي لبعض كل حاجة؟ دلوقتي خلاص ماما اخر من يعلم؟ لا يا ماما، كل الحكاية اني خفت اقولك، لاني عارف اني لو حكيتلك هتفضلي خايفة عليا كل مرة بنزل فيها من البيت. بس انا طبعا كنت ناوي احكيلك، ما تزعليش مني، حقك عليا. خلاص خلاص يا يحيى مش زعلان، بس ايه رايك بقى في الطقم؟ صحيح جبتيه منين ده؟ طقم ايه يا ماما؟ هو ده وقته، لازم ترجع للاستاذ عصام يا يحيى. ايوه صح، يلا نخرج من هنا بسرعه وانا هرجع له. يحيى طمني يا يحيى، البرديه اختفت من قدامي، قلت اكيد يحيى نجح في مهمته. انا فعلا لقيتها يا استاذ عصام. طيب هايل جدا، امال مالك زعلان كده ليه؟ أستاذ عصام أنا فعلا لقيتها، بس هي ما بقتش معايا، البردية ضاعت. ضاعت؟ يعني إيه ضاعت يا يحيى؟ احكيلي اللي حصل. في نفس المكان اللي احنا واقفين فيه ده، بس بعد 5000 سنة كنت واقف أنا وكنوز وبابا، دورنا كويس قوي لحد ما وصلنا لمكان البردية، وفجأة ظهر لنا الدكتور عجيب ورجالته خدوها مننا. أنا حاولت أخبيها لكن معرفتش. ما تزعلش يا يحيى، أنت عملت اللي عليك يا حبيبي، وعجيب ده احنا مش هنسيبه يوصل للي هو عاوزه، مش هنسيبه يا يحيى. انا بس كان نفسي اعرف هي اثريه ولا لا. هنعرف وهنوصل لاجابه السؤال ده، ما تستعجلش، خلينا الاول نرجع للزمن بتاعنا ونفكر بهدوء هنعمل ايه. اتروعة رحلة على الأرض سمرة، دي مفاجأة دي ولا مخاطرة؟ دي حكاية جابت لي جنان، تعويذة أهلا وهي خطوة عزيزة، طلعت بقى طلعة لذيذة من بحر الأخير أسوان. اخر ثواني انا غاوي وفضول اعمل لي بلاوي، انما قلبت لحكاوي كانت في طريقنا دواني.